يقول هل الغازات بدون رائحة تبطل الوضوء؟ أنا أعاني منها كثيرا يعني، وقد أتوضأ أكثر من 10 مرات في الفرد الواحد. كل ما خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء بريح أو غيره، ما خرج من السبيلين القبل والدبر فإنه ينقض الوضوء بريح أو غيره. فإذا تحققت من الخروج بالخروج الشيء فإنه ينتقض الوضوء. أما إذا كان مجرد شك بعد الطهارة، حصل عندك شك هل خرج منك شيء أو لم يخرج، فالأصل بقاء الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فاليقين لا يزول بالشك. نعم.